قررت هجر. طق قلبي من هيدا البلد، خلص بدي فل. لوين يا زلمه؟ ولك على حيالله مطرح، زهقت زهقت خلص، ما عاد فيي. حاسس باحباط؟ محبط يعني؟ ليه محبط ومكتر يعني؟ صرت فضل 100 مره 100 مره سافر واتبهدل برا لوحدي احسن ما اتبهدل هون قدام اصحابك. انه فيك تتخيل اذا اجى المتر مثلا وحط الفاتوره حق اثنين قهوه، يعني عرفت كيف؟ رح اتبهدل انا اذا كنت لوحدي، بس بما انه اثنين رح اتركك انت تحاسبه يعني. لا بنصحك تهاجر. ليك بنصحك يا كندا يا امريكا. لا كندا ولا امريكا. ليه؟ من شو بيشكو؟ لقلك ليش؟ لانه اذا بدك تاخذ كندا وامريكا في بيناتهم علاقات مميزه، عرفت كيف؟ وانا اساسا اذا كنت مهاجر من هون وفالل، فالل من ورا العلاقات المميزه لانكزت نفسي من العلاقات المميزه، عرفت كيف خيي؟